السلام عليكم شباب، دائما تتم الدرس ديالنا حول الكامبيس. دابا غنحاولوا نديروا واحد سيميلاسيون دو دياغنوستيك لواحد العربه اللي عندها مشكل ديال الكوميونيكاسيون، يعني او نيفو ديال الكامبيس. اول حاجه كندير قبل ما نبرونشي لاباراي دو دياغنوستيك خاصني نديماري الموتور، يعني خاصني نطلع للعربه وندور الموتور ونلاحظ شنو كيوقع ليا في الطابلو ديال ستريمو ونسمع الموتور، يعني واش كيكرانكي ولا لا. يعني هنايا كنديماري الموتور علاش؟ يعني باش نلاحظ الطابلو ديال ستريمو شنو المباريات اللي شارين ليا، يعني خصني نشوف لي تيموان اللي شارين ونشوف مثلا واش الضو كيتخطف ولا لا، واش الضو كيضعف، يعني باش كونفيرمي واش هير ماشي من الباتري، يعني حتى يقدر يكون هين من الباتري ونمشي نبدا نبرونشي لاباري دياغنوستيك ونقلب ونضيع في الوقت هو هير باتري، او لا مثلا الديمارون ما كيوصلوش الضو، او لا الموتور ما كيكرانكيش ما كيدورش. يعني هنا ماشي غير نجيو نبرونشي لاباراي دو دياغنوستيك، خاصني كونفيرمي بالضبط لي سيستيم الاخرين اللي كيكونوا يعني باينين واش خدامين ولا لا. يعني هنا نعتبر ان عندي كلشي مزيان، غنحاولوا هنا نديماريو العربه ديالنا. فوالا هنايا ما كديماريش الطوموبيل، ما كديماريش، والتيموا اللي شاعله ليا هي تشيك موتور، يعني عندي مشكل او نيفو ديال الجيسيو موتور. نشوف هنايا اول حاجه اللي غندير دابا، هنايا غادي نبرونشي لاباراي دو دياغنوستيك من بعد ما كونفيرميت ان مثلا الباتري عندي مزيان، الديمارون مزيان، يعني كيدور الموتور مزيان، يعني ما عنديش مشكل ديال المشكل ديال الباتري ولا الديمارون، يعني مشكل عندي في الجيسيو موتور. يعني هنا نقدر دابا نبرونشي لاباراي دياغنوستيك ونقرا لي كود ديفو اللي طالع ليا. فوالا هي لاباري دي ديغنوستيك. دابا نحاول ندير ليدونتيفيكاسيون ديال العربه ديالنا، يعني ندخل نيميرو تشاسي باش يمكن لاباري يتعرف على العربه وتكومونيكا معها، اولا كندخلو مانيوال اللي ما دخلنا ما عندناش النيميرو تشاسي كندخلو مانيوال، كندخلو الموديل، كندخلو السيلندر ديال الموتور، كذلك نوع الوقود واش ايسونس ولا مازوت، سميه العربه، يعني باش يمكن لاباري ديغنوستيك تعرف على الفييكول ويمكن لها تتواصل معها. نحاولوا نديروا ليدونتيفيكاسيون ديال الفييكيل. غنمشيو لي سيستيم دابا، عندنا مشكل او نيفو ديال جيسيو موتور، يعني غندخلوا لجيسيو موتور غنمشيو نقراو نديروا الكود ديفو، يعني ليكشور ديال الكود ديفو. لاحظوا معايا المشكل اللي طالع ليا هنايا، يعني كومونيكاسيون امبوسيبل، يعني لاباري دياغنوستيك ما كتواصلش مع لو سي مع الكالكيلاتور، يعني الكالكيلاتور عنده مشكل ديال التواصل، يعني مشكل عنده البروبليم او نيفو ديال الكامبيس، يعني مشكل ديال التواصل. هنايا اول حاجه خصني ندير هنايا باش يمكنني نعرف لي بوين دو كونترول فين غنكونترولي ونعرف شنو غندير، خصني ضروري نقرا ليكتور ديال الشيما الكتريك، يعني خصني نشوف ضروري الشيما الكتريك ديال هاد العربه هادي باش يمكن لي نعرف لي بوين دو كونترول فين غنكونترولي بالضبط. فوالا شباب، هذه الشيما الكتريك عندنا هنايا. دابا غنحاولوا نتعرفوا على الخيوط اللي عندهم علاقه بالكوميونيكاسيون، يعني ديال الكامبيس. هنايا الكالكيلاتورية هادي لو سي ام، هادي هي لو سي ام الكالكيلاتور ديال الموتور. لاحظوا عندنا هنايا لاليمونطاسيون ديالها كتجي من هنايا، الفيزيبل ديالها هو اف 6 فوالا في البين 26، وعندنا لاليمونطاسيون الماس كيجي من هنايا اللي هو البين رقم 2. يعني لو بغيت نكونترولي دابا هنايا نعتبر مثلا بغيت نكونترولي لاليمونطاسيون غنمشي نكونترولي البين 26 مع البين 2 ونشوف واش داخله لاليمونطاسيون ولا لا. يعني هنا نعتبر ان عندي لاليمونطاسيون عندي مزيانه، يعني البليس داخله الكالكيلاتور والماس داخل الكالكيلاتور، يعني باش ما يجيش ليا الفيديو بزاف نعتبره هذا عندي مزيان، يعني بلا ما نحتاج لي كونتروليهم. دابا غنمشي نقلب على الخيوط اللي عندهم علاقه بالكومينيكاسيون، يعني ديال الكامبيس. الكامبيس عندنا هو هذا الخيوط اللي بالخضر، لاحظوا من جايين، هذا رقم 17 هو جاي من الاش اللي هو الهاي سبيد كان، وعندنا رقم 16 جاي من لو سبيد كان. قلنا الفرق بيناتهم هو السرعه ديال التنقل ديال المعلومات، كيف قلنا الهاي سبيد كيكونوا فيه معلومات اللي كيكونوا مهمين بزاف، على سبيل المثال الاكثر اذا كان المعلومات اللي عندهم علاقه بالسلامه ديال الركاب، يعني الفريناج الارباك شي حاجه كتكون مهمه. اما بالنسبه لو كان كيكونوا فيه معلومات اللي كيكونوا ثانويين، يعني ماشي هما ماشي مهمين، ولكن هنا هما اقل اهميه مقارنه مع المعلومات اللي كيكونوا في الهاي سبيد كان، يعني مثلا بحال الملتي ميديا بحال الكليما، يعني شي حاجه اللي كتكون ديال الكونفور ما عندهاش علاقه بلا سيكوريتي مثلا ديال السلامه ديال الكليان ولا ديال الركاب مثلا. كيف قلنا هنايا عندنا جوج خيوط هادو اللي عندهم علاقه بالكومونيكاسيون ديال الكالكيلاتور. يعني لاحظوا معايا هنايا باش ناخذوا عين الاعتبار هاد لي ليمون اللي هدنا هنايا، لان هو دايز عليه حتى هو الكومونيكاسيون، يعني هاد الكان هذا راه هو جاي هابط لهنايا
يعني لهاد الكوموند اللي هو الكور بابيو وغادي لو سي ام، يعني يقدر يكون عندي مشكل او نيفو ديال هاد ليمون اللي عندي هنايا ويكون اثر لي، يعني مثلا شي كور سيركويتي هنايا ويكون اثر لي على الكان كامل، يعني خصنا ناخذه بعين الاعتبار. وبالنسبه للكامبيوس نقدر نكونتروليوها بالميلتيميتر، نقدر نكونتروليوها بلوسيليسكوب، يعني الميلتيميتر نعبر بها الريزيستونس والاوسيليسكوب نقدر نقرا بها السينيال. يعني نحاول نستعملو دابا في الاول الميلتيميتر، يعني اول حاجه باش نكونترول الريزيستونس خاصني نديكونيكتي الباتري، يعني ضروري خص لاليمونطاسيون ما تكونش عندي في السيركول. فوالا نمشيو دابا لاباراي اولى الكالكيلاتور ديالنا، هي هادي هي هادي الكالكيلاتور ديكونيكتيوها ديال لو سي ام. يعني هنا باش نكونفيرمي هنايا خصني شنو في الكونترول ديالي شنو خصني ندير، خاصني اول حاجه خصني ندير نكونترول كل حاجه بوحدها، يعني باش نكونفيرمي واش الكالكيلاتور اللي فيها مشكل واش الفيصل اللي فيه مشكل، خاصني هنايا نعزلهم بيات، يعني نكونترولي الكالكيلاتور بوحدها عن كونترولي الفيصل، يعني خصني نمشي ايطاب بار ايطاب باش نتاكد. حتى لقيت الكالكيلاتور فيها مشكل يعني هنايا ما نحتاجش نبقى نكونترولي هاد الجهه، لقيتها مزيانه عاد نبقى غادي مثلا هنا كنقلب حتى كنلقى فين عندي المشكل. يعني اول حاجه غنكونترولي هذاك البين ديال 16 و17، قلنا 17 الهاي سكان الهاي سبيد عفوا هاي سبيد كان، وبالنسبه للال هو لو سبيد كان. نحاول نكونترولي هنا نشوف واش عندي ديك الريزيستونس اللي تكون عندي اللي خصها تكون عندي نورمالمون، لان السيركو دابا اوفيرت نورمالمون خصها تكون عندي 120 هنايا. نحاول هنا نستعمل واحد الادابتاتور باش يمكن لي نكونترولي. فوالا هو هذا هنايا هاد الفيش هذا اللي هنا راه هو اللي عندي هنايا هو اللي عندي هنايا، يعني نفس الارقام عندي. كيف قلنا هنايا باش يمكن لي نكونترولي دابا هذا نبرونشي هذا في لو سي ان في الكالكيلاتور، ولكن هذا ما نبرونشيش لان خصني نكونترولي الكالكيلاتور بوحده. دابا نحاول نكونترولي ديك الريزيستونس واش عندي هنايا ولا لا. فوالا 16 قلنا هو اللو و17 هو الهاي. دابا نحاول نشوف نقرا ديك الريزيستونس شحال اللي تكون عندي نورمالمون، شحال خاصها تكون عندي هنايا النورمال لان عندي السيركوي هنا اوفيرت، خاصها تكون عندي 120 ديال الريزيستونس اللي عندي هنا في الكالكيلاتور نورمال. الا ما لقيتهاش راه عندي مشكل. فوالا هنايا عندي هاي طلع لي افيشي 120، يعني هنايا بالنسبه ليا الكالكيلاتور عندي مزيانه، يعني المشكل فين عندي. دابا غنمشي دابا ايطاب بار ايطاب، دابا خصني نكونترولي هنايا في الفيسو باش نعرف المشكل فين عندي. واضح؟ يعني دابا حيدت عليا الكالكيلاتور، دابا نرجع لكم نرجعوا للشيما باش نشرح لكم مزيان. دابا كونتروليت هذا الكالكيلاتور عندي مزيان، ديكونيكتيتها من هنايا حيدت الفيش وكونتروليت هذا الكالكيلاتور عندي مزيانه. دابا شنو خصني نكونترولي هذا الفيسو؟ يعني يقدر يكون عندي المشكل في هذا الخيط هذا، او لا يقدر يكون عندي مشكل في هذا ليليمو هذا. حتى لو كان هذا المشكل في هذا ليليمو فيه المشكل يقدر ياثر ليا، ماشي يقدر ياثر ليا على الكان. اذا كان هنا كور سيركويتي هنا ياثر ليا الكان، يعني هنايا حيت ان الكالكيلاتور كونفيرميت بان الكالكيلاتور عندي مزيانه، دابا غنمشي نكونترولي هذا الفيسو هذا. واضح؟ نحاولوا دابا نكونتروليو الفيسو ديالنا، غندي كونيكتي هذا، نحيد الكالكيلاتور دابا نعزلها، صافي مزيانه عندي. دابا غنكونيكتي نعبر هذا الفيش هذا، يعني الفيسو، نحاول نشوف هذا الفيش، هذاك 17 و16، 16 داك قلنا 17 داك البي 17 فيه الاش فيه الهاي، وبالنسبه ل 16 فيه اللو، خصني نشوف واش فيه هذيك الريزيستونس اللي لقيت هنايا، نورمال خصني نلقاها هنايا. واضح؟ نشوفوا دابا هنايا عندي هنايا قلنا 16 هو اللو و17 هو الهاي. نشوفوا دابا عندنا هنايا في الملتيمتر، لاحظوا معايا ما عندي حتى شي فالور، يعني هنا ما قراش، يعني عندي مشكل في الفيسو، يعني هنا بحال عندي في صفر، يعني هنا عندي مشكل في الفيسو. دابا خصني كونترولي الفيسو بالضبط راه عندي فيه مشكل. هنا باش نتاكد واش الفيسو ولا هذاك الكوموند ديال الكور بابيو، لان كيف قلنا لك كان فيه مشكل راه يدير لي المشكل في الكان. يعني هنا باش نحيد نكونفيرمي بان المشكل واش من الكوموند ديال الكور بابيو ولا من الفيسو، نحاول ديكونيكتي هذا، نحاول نحيد هذا الفيش هذا، يعني نعزل هذا ليليمون اللي هو هذا. رجعوا للشيما فوالا، لقيت المشكل عندي من هنايا اونيفو من هنايا من هنا لهنا كاين المشكل، ولكن ما عرفتش واش المشكل في الخيط ولا المشكل في هذا ليليمون هذا. يعني هنايا باش نتاكد بان هاد لي ليمو راه ماشي منو المشكل ولا منو المشكل، غنديكونيكتيه نحيد هاد الخيط هذا، نحيد الفيش عفوا.
نحيد الفيش ونشوف الريزيستانس اللي عندي في الخيط واش هتكون عندي 120 ولا لا. حيت نورمال خصها تكون 120، واضح؟ نرجع دابا لهنا. كيف قلت لكم هنايا انا ديكونيكتيت هذا، ولكن ما تبدل عندي والو. يعني المشكل عندي فاش في الخيط، يعني خصني نقلب الخيط. يعني هذا الخيط غادي يجي معاه من هنايا، كل بارتي غادي نكونتروليها ليكون مقطع في شي بلاصه او عندي مشكل في شي بلاصه، واضح؟ يعني يا اما نقدر مثلا نلقى في شي بارتي او ليكون عندي المشكل في الخيط كامل. هنا لا كان عندي خيط نبدل الخيط كامل ونهني راسي، واضح؟